هل يجوز تأنيث الوظيفة مثل النائب والنائبة والقاضي والقاضية. بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يجوز التأنيث بل هو الأصل. بل يجب اذا لم يكن للتذكير وجه سائغ واما ما جرى عليه الناس من التذكير ويريدون بذلك المنصب فهو مرجوح مخالف للاصل وبالله التوفيق